فارة واحد أحمد شريف فوزي نادي هليوبلس. فارة اثنين محمود محمد وجيه الأهلي. فارة ثلاثة مروان أحمد سبورتنج. تقعدوا على الترابيزات عشان نشوفوا. فارة أربعة مروان محمد إسماعيل سبورتنج. فارة خمسة أحمد أكرم محمد الأهلي. فارة ستة عبد الرحمن خالد يوحنا. فارة سبعة أحمد ياسر محمد سبورتنج. وفارة ثمانية يوسف محمد صلاح الدين النادي الأهلي. عشان احنا نشوف واللي ورايا ما يشوف. ايوه هم اللي ورايا مش هيشوف. ما انت غريب. السادة مندوب الأندية نرجو سرعة تقديم أسماء التتابعات. سيد معد السباق يتفضل بأسماء التتابعات. كابتن جيهان أسماء التتابعات. نتيجة سباق 50 متر صدر عمومي آنسات، الأولى مي عاطف عبد الفتاح الأهلي، الثانية هدى أحمد إسماعيل سبورتنج، والثالثة فريدة هيثم النادي الأهلي. سبحة الثلاثة يتفضلوا لاستلام الميداليات. أحمد أكرم. عمراوي في ثلاثة. عمراوي ثلاثة. السبق ده يلا 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 ما شاء الله. يا مرحبا. يا دلوقتي من 400 فاينل ايه 400 مرة ولاد. يلا I'm going to go to the hospital.
عدد قول لي تسبحت 3 مياه.